ماذي ساعة 15 دقيقة على يفهم أحلى راديو هذه العبيلة تجيكم انتوا حتى للساعتين. مساء الخيرات مساء الأنوار للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا. نسلموا برشا على الناس اللي تبع فينا على الباش فيسبوك راديو يفهم ولا على شان يفهم تي في على اليوتيوب مع اتصالات تونس كالعادة. الله لا يقتنع هذا معنا حد يروح متغشش. شعارنا اللي بدينا به شعارنا اللي ان شاء الله باش نواصلوا به تيلة الموسم 7 على 7 24 على 24. تنجم تشارك معنا وتفوز بالألف دينار كاش. اي نعم، ألف دينار كاش كان تشارك معنا لايف. كيف كيف 20 مليون كان اسمك يخرج في القرعة الكبرى. اثنية واحدة هي اتوال 600 اتوال واحد ديس. هذا كل من اهدى اتصالات تونس. حلقة 31 جويلية 2024، فرحان انه يكون موجود معايا الصديق مقدم الاخبار والخطير في العبيلة، ديناصور العبيلة، لا يعرف الهزيمة يعرف الا الانتصارات، ولا فعلا يخافوا منه كل المنافسين، صديقي العزيز حلمي بوزوي. تعسلم حلمي. عسلمة وليد، عسلمة سيد المستمعين والسيد المشاهدين. عسلمة والله الحمد لله. نسلموا على المنافسة اللي ضدي اليوم. بلي يقول لي شرسة وبعد والله اسمعني شو هي ربحتني راو آخر مرة. مفهوم الشراسة عندك ما ربحتني آخر مرة ذيك ليش ربحتك خاطر باش نعمل لها تكتيك جديد. هاي باش نعمل لها تكتيك جديد. فرحان زادة انه تكون موجودة معنا زميلتنا الصديقة لويسال الشيبي. عسلمة وليد، عسلمة حلمي. جوست تعريج صغير على كلامك، مش كل منافسين يخافوا منهم. الا انت قولي باستثناء البعض. باستثناء البعض انا قلت ربحتني اخر مره. ها قال ذكرتني ان ذكرت قبل بنهار اللي ربحها وقبلها معناها قبل الجوله اللي قبلها. ديما فما 10 انتصارات على ديما اغزر فما 10 انتصارات على على هزيمه مسيلش مريره في الفيله ذيك على على العين والنفس على كما يقولوا يسترنا. يلا سيدي نمشي. لسلوى مباركي 51 عام. عسلمة سلوى. عسلمة دام سلوى. شحوالك لسلوى؟ عايشك ربي يفضلك. صحة بخير الحمد لله وشكرا لله ربي يفضلك. في الدار ولا في الخدمه يا سلوى؟ والله في الدار. في الدار كونجي؟ لا لونج ديري. اي ارتاح يزي في يزي مخدمنا. حاضرة لا سلوى. عام لوبيراسيون لطف عليك ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يشفيك لا سلوى. يلا حاضرة المباراة. حاضرة مرحبا. يلا خذ معنا متعلقش تليفون مدام سلوى. نمشيو للمونستير سي سبتي بن عمر. عسلمة سبتي. عسلمة. عسلمة شحوالك سي سبتي؟ لاباس عايش خليك. صحة بخير الحمد لله. شنو الخدمة سي سبتي؟ والله نخدم في ملعب صولجان. أما ملعب صولجان هذايا نتاع الطبقة الراقية كيما سي حلمي كيما سي لطفي بندقة كيما كلهم يلعبوا صولجان كلهم يحبوا الجولف. هيا سي سبتي حاضر المباراة. حاضر به سي سبتي ولا سلوى باش نعطيكم سؤال سؤال 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق حلمي بوزويتا وإلا ضمن فريق وصال. مع العلم اللي حلمي قاعد ينتصر ويمر بفترة وردية ولكن وصال قتله يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. يا صديقي نبدأ بك انت يا سلوى. ليديز فيرست حاضرة سلوى؟ حاضرة. عشرة ثواني سلوى جاوب بأقصى سرعة وثلاثة إجابات والسؤال يقول سلوى سمي لي ثلاثة مناسبات نقولوا فيهم مبروك. عيد الحب، عيد الصغير، عيد الصغير وعيد الكبير. عيد الكبير مبروك. عيد الكبير مبروك. شنو الذبيحه؟ عيدكم مبروك. عيدكم مبروك. باه عيدكم مبروك وظهور وعرس وزوجات يا مثالش. هذوكم حق سميتهم اللول. اي صحيح خاطر هما اكثر حاجه اكثر حاجه نقولوا فيهم فيسع مبروك. عيدكم مبروك الظهور والعرس. اما عندي حاجه بركه، عيد الحب يقولوا فيه عيدك مبروك. اي نقولوا ما نقولوش. قولوا والله عندك حق. انا المرحوم ديما يقول لي مبروك ويصبح لي ويبقى. الله يرحمه وينعمه يا لا سلوى. الله يرحمه وينعمه. الله يرحمه وينعمه. به اقنعتني وافهمتني واجابه صحيحه وانتهى التوقيت في قد وقت سيد المخرج. سته ثواني سته ثواني لسيد المخرج قال لي سته دقائق كانه كملنا ديميسيون. ملا مخرج غير معلم فيقلها ما شاء الله عليك قاعد يقري تو على ذاك مش ليه. به يا سيدي عنا ستة ثواني السلوى. عام السبتي في السبتي تعرف ماك تعرف الجولف يلزمو برشا وصعبي ها ويلزمو برشا تركيز وبرشا فيانا ولكن توا يلزمك السرعة صديقي.
يلزمك تجاوب في اقل من 6 ثواني يا سي سبتي. والسؤال يقول: سمي لي ثلاثة حاجات تهديهم في عيد الحب. ثلاثة حاجات تهديهم في عيد الحب. في عيد الحب. اي ثلاثة حاجات تهديهم في عيد الحب. اي دادوب. اي وخات. صحيح. برافو. صحيح يا سي سبتي، قاعد يخمم برشا. برشا. اي برشا. هما هذوما تيوريك، اه البراتيك صعيبة الحكاية. الأكثرية هكا مادام قاعد يخمم، البراتيك لا تيوريك. وجاوبك ثلاثة إجابات صحيحة، ولكن مادام سلوى كانت أسرع منك، ستة ثواني كالتخمام اللي قاعد تخمم فيه يا سي سبتي، ضيع لك زوز ثواني. مادام سلوى لك الاختيار، حلمي وإلا وصال، شكون تختار؟ نختار مراتي في كيفها. أيوة لا شعب النساء نحن مكتب. نعرف لا نعرف نعرف أنا القاسي ونعرف نعرف يا نساء العالم التحدي وذي أوعدك بيه عيد المرأة فرد مرة نحب كل عام تحيا بخير عيد المرأة وعيد ميلادي كل مع بعضه. أنا كونجي وقتها كونجي خارج برشا كدويت ما كانش مشترس. هاي مدام سلوى معك وصال، سي سبتي مع سي حلمي. نمشي مباشرة سؤال السرعة، شكون باش يكون أسرع البزار؟ يا عندك يا عندها يا حلمي يا بوزويتا. والسؤال يقول: قال لها مفتون بخزرة عينيها، هي غنية للفنان هادي جويني. هادي جويني جواب صحيح. يلا سلوى. لا سلوى نعم غنوها لك قبل لذي ولا اين اين فخر بكري دوك غنوها. ها نيلا فخر بكري انا نسمع الكل القديم الكل القديم مفتون بخزرة عينيها. أيوة. خزرة عينيها. اما غنية الهدي جويني ما عندهمش عمر بصراحة بالحق والله. اي والله به لا. سلوى باش تستنى شوية خاطر سي حلمي هو اللي جاوب صحيح. دونك سي سبتي معك سي حلمي، عندكم 30 ثانية، سؤال فيه ثلاثة اقتراحات، سؤال على نقطة، نقطة مهمة، خطوة أولى للدور النهائي. حلمي سي سبتي السؤال يقول: سؤال مش سهل، شنو هو اسم الحيوان الوحيد الذي يطلق أصواتا مسموعة وهو ما يزال داخل البيضة، ما زال في العظمة متاعه ويسيب أصوات؟ الاقتراحات: البومة، الصقر، وإلا التمساح. سي سبتي البومة. سي سبتي البومة. أصلا ما عندهاش صوت البومة، ما نسمعوهاش ديما، عندها صوت صغير شوية بالكل. معني الحيوان الوحيد في العالم اللي يصدر صوت معناها وهو مازال في العظمة متاعه هو التمساح. الصغار متاعها يبدأوا قولش عليهم يعملوا في السرير، يبدأوا مدفونين في تحت التراب ولا في الرمل إذا كان معناها على ضفت النهر، ويصدروا في أصوات. متأكد منها الإجابة دي؟ تبعني. آي سي سي باش تتبعوا ولا باش تتبع رايك؟ تبع راي سي حلمي. شكون بحذيك سي سبتي؟ والله زميل يخدم معايا. هو اللي قال لك بومه؟ هو اللي اعطاك اقتراح البومه؟ هو هاي قولوا برا عمل دور هاي. ها قولوا برا اخدم على روحك. هاي شنو اسم الحيوان؟ قالوا برا اخدم على روحك. شنو اسم الحيوان الوحيد الذي يطلق اصواتا مسموعه وهو ما يزال داخل البيضه بين البومه الصقر والا التمساح؟ وفعلا البيض يكون مدفون تحت التراب الصغار يكونوا يصدروا في صوت يشبه للسرير. شو يتسمى الصغير؟ بالله شوفوا لي صغير التمساح شنو يتسمى؟ سيد المعد صغير التمساح شنو يتسمى؟ اي باهي المعلومه. صغار التماسيح انا كلقي. صغار التماسيح ما سيرمون عندهم اسم ينجم يكون. اما حسب ما نتفكر يقولوا انه سبحان الله الصوت هذاك يصدروه باش امهم بعد تتعرف على المكان اللي مكانهم خاطر مدفونين تحت التراب. السيد معاد يقول لي شنو الساقنقور؟ شكون صغير التمساح؟ الساقنقور هكا. الساقنقور ساقنقور كيفاش معلومه معلومه صغير التمساح الساقنقور.
يا ساق نقور عندي بما انك تمساح. عندك نقطة صديقي، جواب صحيح هو التمساح. منك سي سبتي يا الساقن، قال لك صغير التمساح اسمه الساقن قور. ما نعرفوش. اوكي، معلومة، معلومة جديدة، معلومة تنفع. به انا نقطة لسي حلمي وسي سبتي، مازلنا صفر من النقاط. المدام سلوى والفريق النسائي، فريق النسائي. يلا سؤال الأولوية مرة أخرى حلمي، ويسأل السؤال يقول The Joker. Joker هو فيلم إثارة نفسية أمريكي لعام 2019، شكون كان البطل متاعه Joker؟ ذكر فينيكس، أما الاسم خواكين حاجة، خواكين خواكين فينيكس. جواب صحيح، برافو. أحسنتي يا وصال. آية لا سلوى، لا سلوى عندك 30 ثانية لا سلوى باش تعادل النتيجة. يلا سلوى السؤال يقول شنو تتسمى الحيوانات اللي ما تتغيرش حرارة أجسامها مع حرارة الطقس؟ الاقتراحات: ذات الأرجل المتساوية، وإلا ذوات الدم البارد، وإلا ذوات الدم الحار. تسمع فيها مدام؟ اي الحيوانات، نعم الحيوانات ذوات، اي انا اللي نعرفه انه معناتها من الامثله نتاع الحيوانات هذيا فما العصافر اللي هما ذوات الدم الحار اللي نجموا يحافظوا على حراره معتدله في الطقس، معناتها هذه المعلومه اللي نعرفها، ذوات الدم الحار. ذوات الدم الحار من جواب نهائي نتاع التوقيت. جاوبني ايه مدام سلوى؟ هذاك هو جاوبني ايه. شنو تتسمى الحيوانات اللي ما تتغيرش حرارة أجسامها مع حرارة الطقس؟ ذات الأرجل المتساوية، وإلا ذوات الدم البارد، وإلا ذوات الدم الحار. واخترته ذوات الدم الحار، وفعلا الطيور ذوات الدم الحار. جواب صحيح، برافو. warm blooded، إجابة صحيحة، برافو مدام سلوى. سؤال اللي باش يفصل المباراة، شكون باش يمر للدور النهائي؟ لا سلوى ولا سي سبتي، شكون باش يكون أسرع البزر؟ زاد حلمي وإلا وصال. إيديكم على البزر والسؤال يقول أول محافظ للبنك المركزي التونسي هو نادي نويرة. نادي نويرة رحمه الله، جواب صحيح. السيد الهادي نويرة رحمه الله، جواب صحيح، برافو يا وصال. آية لا سلوى، نعم 30 ثانية يا سلوى تجاوب صحيح، مبروك عليك الدور النهائي. السؤال يقول شنو المعدن اللي نغلفوا به الحديد باش نحميوه من الصدأ؟ ما يصددش. الاقتراحات: الزنك، النحاس، وإلا الرصاص باش نغلفوه الحديد. الزنك ما غير نقاش يعني. نمشي في الإجابة متاع الزنك. عندكم 30 ثانية. الزنك عرفها ديجا. نمشي في الإجابة، نمشي فيها الزنك. جواب نهائي لا سلوى؟ جواب نهائي. شنو هو المعدن اللي نغلفوا به الحديد يلا سلوى باش نحميوه من الصدأ؟ بين الزنك، النحاس، والا الرصاص. اخترت الزنك. حلمي بوزويتا، انا كيفاش نقولوها، مستغرب من المردود نتاعك. متذبذب مردود، ما خذوك بعين تنهدي لك حاجة. نحاس هكا هزها بعد هزها. شكون بحذيك يلا سلوى؟ بنتي بنتي بحذيك. ربي يفضلهم لك. شو اسمهم بناتك؟
بنتي امنة بجنبي نفيماني باس نفيماني بزويد دموين بارك الله بنتي مريم باس برميراني 14 دموين وبنتي صغيرة 19 دموين سنة ثالثة ابتدائي ان شاء الله ربي يفضلهم لك الكل شكون عاونك في المعلومات هذوما هاي بجنبي هاي بجنبي مريم ولا امنة لا امنه مريم انت ايه مريم سيانتيفيك برشا ما امنه تفهم في الامور امنه معناها عندك انت تشكيله ضدك يا سي حلمي تشكيله نسائيه نورمال معناها عادي مبرر الانتصار هذا تشكيله نسائيه معناتها ديما تقع في تبرير شنو المعدن اللي نغلفوا به الحديد باش نحميوه من الصدى بين الزنك نحاس ولا الرصاص اخترتوا الزنك والاجابه صحيحه برافو مبروك عليك الدورة النهائي بارك لك مبروك عليك استنى ساعة يعاونوا فيك في الكوجينة ولا لا تبارك الله عليهم أيوة. أنا عندي من الملوخية اللي كنت تجي وتاكل الله واحد بارك الله أنا عندي ظرف خاص كي قلت لك بارك يلزمهم في الكوجينة بيتزا صفاتي شيء كبير شيء كبير والله هاي أنا فخار بكري ربيت معك هذاك الصحيح هذاك الصحيح يلا سلوى يلا خلي تليفونك محلول خليه مشارجي نتلقاو بعد شوية في الدور النهائي سي السبت يلا غالب اليوم وصال في فورما ان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله نشوف اسمك في القرعه نتاع 20 مليون يا سي سبتي ونخلي لك كلمه الختام على شكون تحب تسلم اي سلام كهو مسلم على عاد سي سبتي نجم تعاود تشارك معنا مره اخرى ان شاء الله رب. خلي سلم 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 على العائله كل عائلتي فهمتي بالله اي ونشكركم انتم ونسلم عليكم الكل يعيشك يا سي سبتي وربي يعينك ربي يخليك ونسلم عليك برشا ربي بفضلك يا سي سبتي ميرسي بوكو نسلموا على اهالينا الكل في المونستير ميرسي بوكو سي سبتي ان شاء الله فرصه اخرى صديقي العزيز بعد شويه الروند الثانيه نرتاحوا شويه راجعين ماذي ساعة 38 دقيقة علي فهم أحلى راديو مازلنا وصيم معكم حتى للساعتين إتوال 600 إتوال واحد ديسكود يوصلك للألف دينار كاش يوميا من إهداء اتصالات تونس حلمي بوزويتا ينتصر في الروندة الأولى لا تنتصر ويسا هاي مبروك عليها الجملة متاعي مازال فما روندة ثانية مازال فما فينال كل تخمينات كل إخي تخمينات كل تحت في الماء توقعات توقعات كل تحت في الماء والمقولة متاع يوجد في النار ما لا يوجد في البحر صدقت فيها مش قلت لك عامل تكتيك جديد انا حد ما بديت اللي عنده تكتيك ما يحكيش يعمل يعمل في كان عندك تكتيك ما غير ما تقول ما قلتش عليه التكتيك انا متاع السباحه السباحه الفكره في حد ذاتها تخليك لا 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 رويدا رويدا ماني ما تدخلش بقوه في اطار التكتيك ديجا اوكي يلا نمشيو للقاسرين سوليف زعتوتي عسامة سوليف عسامة سوليف عسامة سوليف انت البارح تليفونك تسكر هكا ولا ايه؟ تليفوني البارح ريزو قاسم تليفونك تسكر باهي سوليف حاضر المباراة اليوم؟ حاضر ان شاء الله هيا باهي سوليف نعم ركز كالعادة 10 ثواني انت شاركت في القرعة ولا ما شاركتش القرعة؟ أول مرة داكور يلا اقعد معنا سوليف متعلقش تليفون نمشيو للمرنة جاية لفاتن حبيبي عسامة فاتن مرحبا عسامة مرحبا شحوالك يا فاتن الحمد لله صحة بخير الحمد لله هيا به فاتن وسوليف سؤال سؤال 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق حلمي بوزويتا وإلا ضمن فريق ويصال شابي نبدأ بك أنت يا سوليف 10 ثواني وسؤال يقول سوليف نعم سميلي ثلاث حاجات تلقاهم في روضة ثلاث حاجات في روضة اي درجيحه اي فيسا سوليف درجيحه كاو الروضه كامله فيها درجيحه كاو ما فيها التوقيت يا سوليف فيها التوقيت طاوله كرسي شبي 10 ثواني اجابه فقط يا سوليف نمشيو لفاتن يلا يا فاتن مطالبه انك تعطيني زوز اجابات صحيحه زوز اجابات صحيحه يا فاتن السؤال يقول فاتن نعم سميلي ثلاث حاجات تلقاهم في الشط في الشط باراسول كرسي هاك اويز في البارك زوزي جابت صحيحة برافو احسنتي يا فاتن
لك الاختيار حلمي ولا وصال، شكون تختار يا فاتن؟ حلمي. تختار حلمي، تختار حلمي. دونك فاتن مع حلمي، سوليف مع وصال. نمشي مباشرة للسؤال الأولوية، يديكم على البزر. والسؤال يقول: عاصمة فلسطين هي؟ القدس. القدس الشريف، رحم الله اسماعيل هنية، ان شاء الله ربي يرحمه الشهيد اسماعيل هنية. فلسطين عاصمتها القدس الشريف. جواب صحيح، برافو صديقي حلمي. معاك فاتن يا حلمي، 30 ثانية فاتن، سؤال على نقطة، تتشاور انت وحلمي تعطيوني الإجابة قبل ما ينفى التوقيت. والسؤال يقول: وين موجود متحف ليرميتاج، موزي دو ليرميتاج؟ الاقتراحات: ألمانيا، روسيا، ولا سويسرا؟ بيه فاتن، سمعتش دي وين موجود قبل متحف هيرميتاج؟ ألمانيا، روسيا، ولا سويسرا؟ سويسرا. بيه أنا الحق ما نعرفش بالضبط وين موجود، أما نعرف اللي كلمة هير والألمانية معناها تعني السيد، ينجم يكون السيد ميتاج حاجة كي من هكا. صحيح في سويسرا يحكيوا الألمانية، ما نمشيوا الألمانية، وبطبيعة أنت الإجابة النهائية عندك. هاي فاتن، نمشيوا ألمانيا. الاختيار النهائي عندك، نهائي يا فاتن. أي إن شاء الله. نهائي نهائي يا فاتن، الله. نهائي نهائي يا فاتن، اسمعوا يا فاتن، اسمعوا ركز معاه، جاوب نهائي. ما حبيش تبدل رايك فاتن، حسب رايك. عطيتك فرصه ولا فخ يا فاتن؟ لايك كيف عرفش هذاك اول جيت فرصه يا فاتن، فرصه. عطيتك فرصه يا فاتن، ما حبيش تبدل رايك يا فاتن، ما حبيش تبدل رايك. اجابه خاطئه، روسيا. ماشي ألمانيا، ماشي ألمانيا، هي روسيا. جابة خاطئة، دونك صفر من النقاط. نقعد الزوز في رق، نمشي مباشرة السؤال الأولوي مرة أخرى. يلا حلمي، يلا وصال. السؤال يقول: إلى ماذا تتحول اليرقة؟ فراشة. فراشة، جواب صحيح. حلمي مرة أخرى، حلمي ينتفض. آية يا فاتن، فرصة ما تضيعهاش يا فاتن. والسؤال يقول: أقرب كوكب للشمس هو؟ الاقتراحات: الأرض، الزهراء، ولا عطارد؟ عطارد. عطارد بالضبط، ما غير ما نضيع وقت. أقرب كوكب للشمس موش الزهرة، موش الأرض، هو كوكب عطارد. جواب نهائي يا فاتن؟ اي قدرة ربي. اقرب كوكب للشمس بين الارض، الزهراء، والا عطارد؟ اخترت عطارد، والاجابة صحيحة، برافو. احسنت يا فاتن. نقطة اولى لحلمي، صفر من النقاط. مازلنا السوليف ووصال. سؤال لولوي مرة اخرى. You are strong Mr. Livestrong على المريول بتاعك. حلمي وصال، سؤال السرعة. والسؤال يقول: شكون مخترع المصباح الكهربائي؟ توماس إديسون. توماس إديسون، إجابة صحيحة. استفزيت الديناصور يا وصال، ربي يهديك. ما خلى حتى العبرة في الخواتم هكا. خواتيم، العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. يلا يا حلمي، إن شاء الله نجاوبه بالصحيح توا. فاتن 30 ثانية يفصلوك صديقتي على الدور النهائي يا فاتن، ركز، خذ وقتك، تشاور أنت وحلمي، تعطيني الإجابة قبل ما يفوت التوقيت يا فاتن. والسؤال يقول: قديش عدد مراحل اكتمال القمر؟ اقتراحات: 4 مراحل، 6 مراحل، وإلا 8 مراحل. بي تعرفش فتن قديش عدد مراحل اكتمال القمر؟ 4، 6، ولا 8؟ أنا شك في 6. حطينا شك بين 6 و8 الحق. 6 و8، حطينا ذكر عليش. قديش نمشيو؟ نقولوا فاتن، قولوا 8.
كيما تحب فاتن، قول اللي تحب انت معناها. فاتن حلمي شاكك بين 6 و 8، انت اختار. قال لك انت اختار، يلا اعطيني فاتن الاجابه. 8. 8 بدلت رايك؟ بدلت رايك. مشاكين ما بين 6 و 8 ما عرفتش. 8 بدلت رايك لـ8. تبعت وقبيليك قال لك المانيا وخسرت. تبعتني وتوا قال لك 8 وما هوش متأكد، بعد قال لك اختار وتبعته مرة اختار اللي تحب. قلت له لا يلدغ المرء من الجحر. يا فاتن لا يلدغ المرء من الجحر مرتين. مرتين مرتين تضحك فاتن. ها لا انا قلت تضحك يا فاتن. ها قداش عدد مراحل اكتمال القمر بين 4 و 6 و 8؟ حلمي بوزويتا يا اخي علاش ما تشعفش انت؟ استوري يا ستار والله ما عنديش. غلطتها من الاول عليه تعاون، ما عندكش الاجابه علاش تقولها 8؟ قلت لها اختار اللي تحب. لا لا قلت 8 ما والله. قلت لها اختار اللي تحب. قلت انا بين 6 و 8، قلت لها نعاود لك الجمل نتاعك. قلت لها اي نمشيو للثمانيه، هي قالت لك نمشيو للسته. من بعد قلت لها اختار اللي تحب. بعد قلت لها اختار اللي تحب. انت اخترت ريالمون وما عندكش المعلومه هكا ولا؟ صحيح يا اخي. فاتن تاثرت بال للاسف بالاجابه نتاعك وبدلت رايها للاسف. يا فاتن نعم مش تحفظها عن ظهري قلبه، لا يلدغ المرء من الجحر مرتين. مرتين ام انت سلكت؟ منعت منه الجحر. 8 جواب صحيح. برافو فاتن، مبروك عليك الدوره النهائيه فاتن. ميرسي بوكو، نسلموا عليك برشا سلاف. تحيه كبيره ليك. الله غالب فرصه اخرى ضاعت اليوم، ما يسالش مره اخرى، نجم نعاودو نكلموك مره واثنين وثلاثه يا سلاف، وان شاء الله نشوف اسمك في القرعه نتاع سلاف. حالفه سلاف تعلق تليفون. تحيه ليك يا سلاف، نتلاقاو ان شاء الله في فرصه اخرى. حلمي بوزويتا ينتصر في الروندة الثانية، إتوال 600 إتوال 1 دياس، كود يوصلك لل 20 مليون كاش. بعد شوية ما يسم في الانفو ترافيك، ترتاح صغيرة مع البيب ورجعنا. بعد شوية مكملين في العب يلا مع وليد زريات على EFM أحلى راديو. ماذي ساعتين 50 دقيقة عليه في محلى راديو، مازلنا واصلين معكم حتى للساعتين. حلمي بوزويتا ينتصر في الروندة الثانية، وسال تنتصر في الروندة الأولى، مدام سلوى لافاتن زوز. سلوى شاركت مع وسال هكا ولا؟ ولافاتن شاركت مع حلمي. نبدأ بك أنت يا سلوى، تبديل السروج فيه راح، نعاودوا القرعة ولا تواصل مع نفس الفريق؟ أنا معاكم. إي تواصل مع وسال ولا نعاودوا القرعة؟ سلوى نعم تواصل مع وصال ولا نعاودوا القرعة؟ شنو تحب؟ نواصل مع وصال. مرحبا. تواصل مع وصال. قلت لك تيم النساء فريق النساء. فاتن فاتن تنجم تستعمل الفيتو، تواصل مع حلمي ولا نبدلوا نعاودوا القرعة؟ نواصل مع سي حلمي كان حبيت عاد. اكتمل القمر. يلا سيدي نمشيو اذا مباشرة السؤال السرعة. حلمي وصال يديكم على البزر، والسؤال يقول له. حاضرين؟ ان شاء الله. حاسكم مش حاضرين. شكون شعر الملقب بشعر الخضراء؟ اي انت 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 انا الشعر الخضراء هو ابو القاسم الشيبي. ابو القاسم الشيبي جواب صح. قعدت شكون اللي عنده يشعر؟ ايش على البزر؟ اي خاطر يظل أبو القاسم الشابي. حلمي بوزويتا معك فاتن. يلا يا فاتن 30 ثانية فاتن، سؤال على نقطة، والسؤال يقول فاتن عام قديش عدد اللغات الرسمية في سويسرا؟ اقتراحات: زوز لغات، ثلاثة لغات، ولا أربع لغات؟ بيه قديش عدد اللغات الرسمية في سويسرا فاتن؟ عندك شي فكرة؟ 2 3 ولا 4؟ فاتن الو 3 شيكه في سويسرا. حطينا شك في 3 الحرف اللي هما نقول الالمان الفرنسي و ايطاليان. وصال
ما بك يا وسام تلعب معهم بكشي ترى مزيج انتو كا هاي ثلاثة ولا أربعة نقولوا ثلاثة هاي فاتن جاوبني ايه نهائي قداش عدد اللغات الرسمية في سويسرا يا فاتن ايجا نحسبوهم فاتن اي عن اللغة الألمانية وقلت انت ليك اللغة الفرنسية بطبيعة الحال فما دي سويس يحكيو بالفرنسي اللغة الإيطالية هذوما ثلاثة فما لغة سليلة اللغة اللاتينية اللي هي اسمها اللغة الرومانشية أبي سليلة اللغة اللاتينية كيما اللغة الميتة كيما تمشي تمشي لبلجيكا تلقى يحكيو فلامون إجابة خاطئة لغة ميتة أربع لغات مش ميتة حية رسمي والله حية في سويسرا هي اللغة الرومانشية سليلة اللغة اللاتينية إجابة خاطئة ضيعت فرصة ما كانش سؤال سهل ما نعرف سؤال بزر مرة أخرى حلمي وسال السؤال يقول يطلق على سوق انتقالات اللاعبين ب ميركاتو ميركاتو الميركاتو جواب صحيح حلمي رحمني قارية سبور انت يا لا انا مش كنتي مع البوزور البوزور يخدم شوين بوزور انت ماكش ما تريني علي لا عندي الإجابة ملا غالب كان أسرع منك وكا يلا حلمي معك فاتن مرة أخرى سؤال على نقطة يلا يا فاتن السؤال يقول وكأني نشوف في سيناريو الروندة الثانية كل ما ارتفعنا عن سطح الأرض الاقتراحات قلت درجة الحرارة ارتفعت درجة الحرارة ولا لا تغيير في درجة الحرارة بيه فيت هو لوجيك يقول كل ما ارتفعنا عن سطح الأرض قلت درجة الحرارة مش ارتفعت قل نورمال هاي قل نورمال ما انت يا نبدأ نبدأ من الجبال وانت تالع معناها عندك ديما قمم الجبال ساعات مش ساعات الأغلب انه يكون قمم ثلجية معناها متجمدة هاي فاتن نعم جاوبني اي اي كل ما ارتفعنا عن سطح الأرض من علاش حلو كليماتيزور في الطيارة هذيك فما خاطر تضحك فاتن بلاصة مسكرة وفيها ذبط كل ما ارتفعنا عن سطح الأرض بين قل درجة الحرارة ولا ارتفع درجة الحرارة ولا لا تغيير في درجة الحرارة اخترت قلت درجة الحرارة أوك سيد مخش حط لك طنبور تاع حرب مرسي بوكو قايم الحرب أمير إجابة صحيحة برافو نقطة أولى الحلمي وفاتن ما زلنا مدام سلوى وآمنة ومريم يستناو يا وصال سؤال سهل مرة ذي يديكم على البزر حلمي وصال السؤال يقول جزيرة ملقبة بجزيرة الأحلام هي جربة شو اللي ألغى مع الهية مع الهية ها تحية الميسم بلادها تحية صديقتنا تحية الجربة إجابة صحيحة برافو فاتن فاتن نعم 30 ثانية فاتن يفصلوك على 1000 دينار يا فاتن والسؤال يقول أشكون الشاعر الملقب بشاعر الشباب الاقتراحات أحمد رامي أحمد شوقي وإلا حافظ إبراهيم بيه شكون الشاعر الملقب بشاعر الشباب يا فاتن أحمد رامي أحمد شوقي وإلا حافظ إبراهيم بيه خل نستبعد أحمد شوقي على خاطر نتفكر أنه ملقب بأمير الشعراء يقعدلنا بين أحمد رامي وحافظ إبراهيم كان صدقني ربي هو حافظ إبراهيم وبتبيع الإجابة النهائية عندك أنت أي فاتن شكون شاعر الملقب بشاعر الشباب أحمد رامي أحمد شوقي ولا حافظ إبراهيم حافظ إبراهيم جواب نهائي يا فاتن أي شوقي أنت ماكش متأكد حلمي اي ما الاقرب معناها عملت كيما القمر 6 و8 قلت لها امشي للثمانية توا قلت لها كيف كيف احمد رامي خليت لها احمد رامي وخليت لها حافظ ابراهيم اختار دفع الحمد لله ايه مش كل مره تسلم الجره صديقي اجابه خاطئه هو احمد رامي احمد رامي يلا المباراه ما زالت متواصله حلمي وسال السؤال يقول يديكم على البازر
شنو يتسمى صوت الماء؟ خرير. خرير يا اخي انت يديك على البزر ولا يديك على الدبوزه؟ ماشي على النخل. ما فهمتش تعمل في مانيكور؟ ما مانيش فاهم. اي ما فهمتش. لا اله الا الله. خرير جواب صحيح. هاي يا فاتن 30 ثانية أخرى يا فاتن. والسؤال يقول فاتن. نعم. ما هو الزيزفون؟ الاقتراحات. زيزفون. شجرة، نوع من الطيور، ولا نوع من العطور؟ هذا هي جو عاد. نعم. سهلة هذه عاد فاتن. الزيزفون ما هوش نوع من العطور. إن شاء الله معناها ربي يعطينا نعمله نوع من العطور اسمه زيزفون. علاش ليه معناها نوع من الطيور ماهوش نوع من الطيور؟ بالطبيعة مش نوع من الطيور. بالضبط. هي شجرة، شجرة الزيزفون. يا فات شجرة الزيزفون بالطبيعة. شجرة الزيزفون والإجابة زيزفون. جواب صحيح. مبروك عليك 1000 دينار من هدايا اتصالات تونس. سلوى مبروك عليك. فونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس. مبروك. تحية ليك يا سلوى. ميرسي بوكو. شفت التكتيك؟ تكتيك مانيفيك بالله وليد. نقولوا عيد ميلاد سعيد لزميلتنا اميمه ملاي. كل عام وهي هاي بخير اميمه. تهي كبيره اليوم وريج زاد. نسلم عليهم برشا. ميرسي بوكو حلمي. ميرسي وصال. ميرسي امير في الاخراج حفل الاعداد. تحيه لسفيان ورؤى ووئام. نسلم عليكم برشا فريق اف ام تي في. نتلاقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت. رخصوا الناس كل. باي باي.